كنا بالأول يعني نعاني من إنه ما فيش مي عندنا، أرضنا اللي إحنا شايفها كانت بدون زراعة. راجعنا وزارة الزراعة، مديرية الزراعة الجرش اللي هي، سمعنا إنه في مشاريع، تقديم مشاريع لحواويز مياه، وحاولنا إنه نقدم، والحمد لله رب العالمين بقت من نجاح. فالحاووز الحمد لله رب العالمين ساعدنا إن نزرع، نسقي شجراتنا، نستفيد منه للبيت داخل البيت. يعني إحنا هون المي عندنا بتتأخر شوي منها تصل، يعني تقريبا كل 14 يوم تأتينا مية، فيعني قد ما يكون الواحد محتاط على المية ما بقدر. أما مع الحاووز الحمد لله رب العالمين الوضع تغير، الواحد بطل يسأل إنها ميت بتيجي المية ميت بتروح، إنه الواحد اكتفى ذاتيا. احنا استفدنا من مشروعنا، يعني زرعنا بدينا، زرعنا حاكورتنا، وفرنا لحالنا مثل ما تقول انه منتجات صحيه خاليه من المبيدات الحشريه. كمان اولادنا صاروا يشتغلوا معانا بالزراعه، مثلا لقطوا معانا المشمش، لقطوا معانا الخوخ، لقطوا معانا الخضره هاي، يعني مثل ما تقول يعني بلشت تتحسن الوضع، لانه احنا كنا الارض كانت فاضيه، احنا زرعناها بلشنا فيها من الصفر. المشروع هو عبارة عن زراعة مائية وزراعة هوائية. طبعا الزراعة المائية هي عبارة عن زراعة احنا بنستبدل فيها المي بديل عن التربة لحتى ننتج محصول اعلى جودة واعلى كثافة. طبعا بنوفر فيه المي بنسبة 80%، وبنزرع بيتيح لنا كون هو زراعة داخلية بيتيح لنا زراعة اصناف عديدة على مدار السنة، وطبعا بنستغني فيه عن مكافحة التربة من أمراض فطرية في التربة. طبعا بعد ما تدربنا على الزراعة المائية والهوائية اكتسبنا خبرات كثيرة كيف إن إحنا نقدر نواجه المشاكل اللي بتواكبنا خلال هاي الزراعات، كيف نوجد الحلول إلها. أكيد استفاد عدد من عائلتي بالمشروع كونه كنا فريق واحد، وعدد من المجتمع أفراد المجتمع المحلي، لأنه هو مشروع قائم على الزراعة وبده حدا يتابع الزراعة وعملية الزراعية. تدربنا على نظامين من الزراعة، نظام الزراعة المائية ونظام الاستزراع السمكي. هلا احنا هون موجودين اليوم عن نظام الاستزراع السمكي، نظام بيكون فيه زراعه تربيه الاحياء المائيه والزراعه المائيه مع بعض. حيكون تغذيه النبات كلياتها من المي اللي بتطلع من الاسماك اللي هي عباره عن الامونيا، احنا بنحولها من خلال الفلتر الحيوي، بتحول من الامونيا اللي هي السامه للاسماك للنسرات اللي بتكون مفيده للنباتات. التدريب هون أتاح لي كثير فرصة وفتح لي باب كثير واسع اللي هو الزراعة المائية، وبرضه الاستزراع السمكي يعني إشي مستحدث كثير بالزراعة ومطلوب بشكل، حيقوي السي في أكيد عندي وحيعطيني فرصة تشغيل وفرصة عمل أكيد أوسع. طبيعتنا إحنا نربي أغنام هان ونربي خرفان، العبرة ربي والخرفان نبيع ونحلب الحليب ونورد، ويعني ظل محلنا هانا ما نبعد عن محل كثير عن المية هانا، ونروح ونرجع هانا بوقت الربيع نربع ونرجع محل الصيف هانا نصيف، ونظل محلنا هانا ما نبعد كثير. لا والله قبل المشروع شن نعاني من شحة المية هانا، يعني كان قليل المية هانا، ونروح بالسيارات نجيب مي ونرجع هانا، لان كان مشوار بعيد السياره، ناخذ مشوار السياره، ولان هانا بس سالت الحفره هانا تريحنا اكثر من هانا يوم من سالت المي. ساهم المشروع بتحسين جوده الحياه لنا، وشان ريحنا من مشاوير كثيره، وحلانا صار يشرب منه مرتاح يعني بدون ما يعاني اي شيء.